السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم تتمه ديال الفيديو اللي حطيت لكم قبل على قبل لا فيسيل، حيت بزاف ديال البنات باغين ياخذوا لا فيسيل وخايفين وما عارفينش بزاف ديال المعلومات فيها. اليوم ان شاء الله جبت لك هذا الفيديو غادي تستافدي معايا، وغادي نقول لكم الاثمنه ومنين شريتها والعبار ديالها ولي برودوي اللي كنستعمل فيها والنتيجه ديال المعينات اللي كيخرجوا. يعني فيديو غتلقايه كامل مكمول، غنشرح لك بالتفصيل الممل وشنو الحويجات اللي زوينين فيها والحويجات اللي خايبين فيها. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، هذا محتوى جديد على اليوتيوب، كنتمنى منكم تدعموني وتشجعوني هكا باش نبارطاجي معكم بزاف ديال الافكار وبزاف ديال الفيديوهات. ويلا نبداو على بركه الله. فبالنسبه ليا انا واخده لا ماشينا لافي واخده لا فيسيل بجوجهم ال جي كما كتشوفوا. بالنسبه لافيسيل المكان ديال المناسب هو يكون